وقف تصوير عشان الناس. وقف. والله البيع والمشترط هذه شاطر لهم العباد ببيع وبيشتروا، والوضع زي ما تقول صعب شويه من ناحيه قله اشغال وقله اعمال. صليت على النبي. الاشي موجود لكن القرش مش موجود، وبطاله 95% وما حد مستفيد فيها الا تبعين فتح وتبعين حماس، ولا العمال هم اكلوا وحل على راي الجماعه. يعني على كل حال تخنيش الاصوات بقت الشميم تخش، العباد تشغل. اليوم ما فيش منه هذا الكلام، انقطعت الشميم. لما تنقطع الشميم تبتقى في الايدي العامله. والله تبعت الاكل والشرب العباد بتشتري، وملتزمات اللي معه مصاري بيشتري، واللي ما معهوش بس بتطلع عليه وبيجي صعب حاله وبيجي ماشي. المطلوب ربنا يفرجها علينا، الفرج من عند الله. والله السوق تعبان، والله الحمد لله على الحديدة. يعني كل يوم ما بنبيعش 20 كرتين كرتونة، والناس والوضع تعبان، والحكاية الله يساعد الناس. هاي اللي بنقدر عليه يا عمي، والواحد الوضع يعني على السفر. والله ما بخلونا حتى نتبسط، بطردونا من هال لهال لهال مش عارفين. كله مأثر علينا وعلى الشعب كله، بنطالب انهم يساعدونا بس، هاي اللي بنطالب فيه، بدنا منهم ايش ولا بدنا يساعدونا. اللي زي عمره 70 سنة قاعد في السوق عشان ايش؟ عشان رغيف خبز، صحيح ولا لا؟ أنا 70 سنة ماليش حيلة أشتغل، والله أولادي هم الاثنين وحياة الله ما بيشتغلوا، هي يمين بالله، بنعملنا 20 شيكل، والله ما بنعملهن مرار، والله مرار بنحط من الجيبة. وضع السوق بشكل عام سيء جدا جدا جدا، ما فيش ولا بيع ولا شروة. هاي عندنا بسطة بسطتين ثلاث مسكرات، من أكثر من أسبوعين مسكرين. أنا عندي 12 نفر، وأخوي عنده كمان 12، وهذا الزلمة كمان عنده 8. إحنا ثلاث بسطات مسكرين من قلة السوق. بتجيب البضاعة بعشرة شيكل بتبيعها بثمانية شيكل، آخر النهار بدك تنجبر تبيعها عشان تلم مصاريك بمخصر، وبنوكل في الاخر بنوكل بضاعه المربح وبناخذ راس المال بناكله، وبيجي التاجر بده مصاري. فاهم كيف؟ فالوضع سيء جدا جدا. المطلوب للبلد فتح معابر، فتح اقتصاد، شغل، عمل، دخول اسمنت، العامل بيشتغل، الصناعي بيشتغل، بياع بيشتغل، كله بيجيب بعضه. الوضع حصار، محاصرين محاصرين، الاكل والشرب مش كل حاجه. فيش كيس شمنتو وفيش بلد مسكره. ايش قدامك؟